مساكم الله بالخير، وانا مستمتعه اليوم ومتعوده استديوي ما في ورد ولا زهور، لان دائما استقبل من ينوعني بالحضور، لكن اليوم مستانسه ان معاي زهره خليج تمتعني بكل ما تكون وتقدم. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، انا مستمتعه لاني معك اليوم. احنا مشتركين بشيء واحد. اي شنو؟ روان الركيبي. هاي روان، مسي عليك بالف خير، شكرا على لبساتك الذهبيه. شكرا حبيبتي والله. اليوم راح نبلش حوارنا تلقائي سهل ممتنع. أكثر من كذي تلقائية لا، بلشنا بلش. زوزو مساء الخير. اسمحي لي أديك زوزو لأن أنا أحب دائما اللي أحبهم أدلع. حبيبتي. شو أخبارك؟ تمام. شلون البحرين؟ كنا احنا اليوم متفاهمين لما كنا بالصالون يعني لابسين نفس الشيء. نفس إيه بالضبط، نفس الصالون، نفس لون اللبس، نفس الاكسسوار. أنا فتحتها عشان لا يصير نفس الشيء. توارد الخواطر وارد بين الاثنين. نقول إن تحبين دائما إن يكون في شيء مميز. شو اللي تغير من البدايات للحين؟ طبعا أنا لما أتكلم عن المميز كمضمون مو كمظهر. يعني أنا بعيد عن المظاهر، فأحاول أقدم في كل شيء أقدمه، مسرح، تلفزيون، لقاء. حلو. لازم يكون في شيء مميز او شيء بقوله او شيء بقدمه. حلوين. طيب احنا قاعدين نشوف انه وايد امور في الحياه تغيرت في زهره عرفات من البدايات الى الان. اهم ما فيها ان الناس لها الظاهر، فتلاحظ انه في اشياء تغيرت، لوك تغير. تبارك الرحمن المستوى اللي قاعد تدرجين فيه بالنسبه للبعض يسمونه تجميل، انا اسميه عنايه، ما كان اوفر نفس ما قاعدين نشوف عند ناس وايد. انت وجهه نظرك. تتكلمين عن الشكل؟ اوكي. يعني صار وتكلمت فيه، يعني صار موضه قديمه حد يتكلم عن تجميل، شنو مسويه شنو مسويه، خلاص انتهى الموضوع. حلو ان الواحد او الوحده تهتم بنفسها بس بالمعقول، ما تغير شكلها، تحتاج الرتوش، تحتاج عنايه، تحتاج رياضه، تحتاج كل شيء بيخليني اجمل من الداخل ومن الخارج. انا معه. تسوي الرياضه دائما؟ حلو. انا اعرف زهره عرفات، للي لحد الحين ما عرفها عدل شوف التقرير. يعني انا التقرير وايد حبيته، انا اشكر معدين على فكره على اللمسات الذهبيه. حبيتي؟ انا عورت قلبي الاغنيه لانه بسم الله على قلبك. طبعا مثل ما قلتي في البدايه الانسان يتغير من الداخل ومن الخارج، بس انا احاول قدر الامكان شنو ما تدرجت في شغلي، شنو ما وصل اسمي، ان انا بتعاملي مع الناس اللي يعرفوني ولا احبهم يظل مثل ما هو. طيب زهره، باب الريح سده واستريح ولا فتح ابواب جديده بالدراما؟ اكيد فتح، مع ان ما اخذ حقه في المشاهده والعرض. انا تابعته بصراحه. بالنسبة لي أنا كنت جدا مستمتعة بكل مشهد، كل كلمة قلتها، بكل جملة. من الأعمال اللي أبدا ما أندم، مع أن شخصية شريرة والمفروض إحنا قاعدين نقدم شيء مختلف. بس الشر موجود، يعني بالعادة أنا أندم لو قدم شخصية كذي، بس حاليا شخصية سميرة موجودة وبشدة في المجتمع، واللي يقول لي أوفر ومو موجودة موجودة. أوافقك الرأي، المرة الجاية راح تأوفرين على الشخصية بالزيادة. أي ناوية شر. ناوية شر. الجاي ناوية شر. يعني خلاص ما بكبت نفسي في الفن، ما بكبت نفسي، شنو ما عندي طاقة، شنو ما عندي شخصية، مثل ما هي موجودة وممكن أكثر من روحي بحط فيها. ممكن السوشيال ميديا يقيمك؟ لهم الحق أن يقيموني. أنا وصلت لقناعة الحين، ويمكن لاحظتي أنا كنت من النوع اللي أتحلطم في السناب وأتحلطم في الانستغرام وأقول وأناقش، وصلت لقناعة أن أنا أقدم اللي أنا مقتنعة فيه. بس بعض المرات تقييمهم خاطئ. شلون يعني؟ يعني مو أهل تخصص. مو عشان كذي، قلت أنا علي أقدم اللي أقدمه بقناعة، وهم عليهم يقولون اللي يقولونه، كيف؟ كل يعني واحد حر برأيه، كل واحد من حقه أنه يقول، من حقه أنه يعبر. سواء متخصص او غير متخصص من حقه، بس نرجع ونقول الاسلوب. حلو. التصنيفات بين الفنانات صارت بالنسبه لهم اهم اليوم. انت وين من هذا الشيء؟ لا شوفي، تصنيفات شنو كالقاب وكوين صاير وين اسم التتر والكادر و... لا شيء مهم. وتقيموني بفلانه او فلانه؟ لا ما اتكلم بهالطريقه. انا جدا بروفيشنال في عقودي وفي شغلي، عشان كذي شغلي وايد قليل. تفاهمي يكون منو مسؤول عن المنتج، المخرج، العقد، الشروط هذه موجوده، خلاص ضمنت حقي في العقد، اركز على شغلي. ما يخلون معاك بعض البنود بالعقد؟ لا من حقهم،
لان البنود الثانيه يمكن ايمانتي الحين دخلتي الوسط الفني وشايفه البنود، ما يهمني فيها شيء ما دام انا بلتزم. خلاص صرت الحين 22 سنه عارفه شنو اللي علي واللي ضدي، ما دام انا ملتزمه البنود هذه كلها ما تعني لي شيء. اللي يعني لي اسمي، اجري، دفعات. يعني في ثلاث اشياء مهمه، العرض خارج رمضان ولا داخل رمضان، هاي من الاشياء المهمه. لان ممكن انا اسوي اعمال طول السنه، ثلاث اربع اعمال طول السنه، وما اكون مقرره اذا داخل رمضان او برا رمضان، تتكود كلها في رمضان. بس في اعمال ممكن في رمضان تنجم، لا بغض النظر عن وجود اعمال اخرى. انا اعرف شنو اللي ينجم في رمضان وشنو اللي ما ينجم بالنسبه لي كعمل. شنو اللي انا داخلته ينافس في رمضان. يعني صار عندك سنسر الحين، تعرفين انا اشتغل بهالعمل ممكن يضرب برمضان او برا رمضان، فعقودي فيها داخل خارطه رمضان او خارج. تركزين على الاقوى وين؟ برمضان ولا برا رمضان؟ لا لا، مو سالفه اقوى، لان انا ادور القوه في كل المواسم، بس في نوعيه معينه من الاعمال تناسب رمضان وفي نوعيه ما تناسب رمضان. كنت تبحثين الكرام عن اسم مخرج معين اشتغل معاه؟ مو عيب. لا شوفي، انا كل المخرجين اللي اشتغلت معاهم الاسماء كلهم، من محمد دحام الشمري لمنير الزعبي لسائد الهواري لعلي العلي لمحمد القفاص ل كثير مخرجين ما ابي انسى، كلهم اللي اشتغلت معاهم انا مقتنعه فيهم 1000%. احمد المقلى، شفتي شلون الواحد ينسى؟ لا هو من اول ما ابتديت، اكيد من اول ما ابتديت لحد كل واحد اعطاني بصمته. انا ليش لما اروح مع اي مخرج ما اكون زهرة عرفات؟ انا اتلون بلون المخرج. عطاك بصمته ولا انت شاطره؟ الاثنين. يا حب الدبلوماسيه. لا الاثنين بس. لا انا مو ممثله عبقريه، انا ممثله شاطره، بس ممكن تشوفيني مع مخرج سيئه ومع مخرج يا الله شنو هالعبقريه. انا مو عبقريه، بس كل مخرج يطلعني شكلا ومضمونا بطريقه مختلفه. يعني في بعض المسلسلات انا كنت الاحظ حركه عينك كانت هي تعبر اكثر من اي حوار. لما اكون جدا مقتنعه بالحوار بالشخصيه. ها يعني انت ممكن تأدين شيء مو مقتنعه بالحوار ولا الشخصيه؟ ليش؟ على اي اساس؟ يعني مثلا في مشهد في مسلسل اسمه اويامال يمكن. اول يوم مشهد حط لي احمد دعيبس مشهد ماستر. يجيني صلاح الملا نفسر ماستر حق المشهد. ماستر يعني هم يا دوب حفظوا راكور وافه فنعطيهم ماستر. في مشاهد انا بالنسبه لي الحين كل مشاهد ماستر، بس الماستر اللي هي المشاهد القويه اللي فيها انفعال وفيها الاساسيه اللي فيها أساسية. تفاعل. اوكي. كبريائي ما خلاني اقول له لا اجل المشهد، كان المفروض اقول له اجل. كبريائي قال لي شلون انا ما اقدر؟ لا اقدر، مع انه داخلي لا صبري شوي يعني خذي الشخصيه. حط لي المشهد يجيني صلاح الملا يقول لي عظم الله اجرك. اقول له في منو؟ شوفي الحين قاعده اقوله وانا احسه، ذاك اليوم توني اول يوم تصوير، خلنا نحس الشخصيه، احس ان صلاح الملا زوجي، احس ان عبد المحسن نمر ولدي. خل اعرفهم. سويته حتى يعني عبد المحسن نمر يقول لي كل ما اشوف المشهد يكش شعر جسمي. يعني تفوقتي. بس انا ما يعني انا لما المشهد شلون احس انه هو اوكي؟ لما دقات قلبي توصل طخ طخ، يعني انفعال جسمي يوازي. هذه اللي بتحرني بتحرني، يعني خلاص احنا حسيناه، انت ليش لازم احس بدقات قلبي بتطلع من احنا مو شايفين دقات قلبك. لا بس يطلع الانفعال على الوجه. وصل اوكي، بس انا احب ان انا المشهد اكون يعني شاربته. انا اعرف يمكن دقات القلب والانفعال هذا كله وقت البتشي. لا انا احب يعني يوصلني المشهد، خصوصا في اي انفعال مو شربتشي. لازم اي انفعال، فرح، بتشي، صدمه. انت لما تنفعلين لما تفرحين في ناس بعيد الشهر يموتون من الفرحه. لا ما نبي نوصل مرحلة يعني. لا بس لما انا اكون صادقه في حسي بس في ناس يوصل للناس من غير لا يدق قلبهم. علشان كذي في مستويات، في نجوم، في كومبارس، بس في صدقونهم ويحبونهم يعني. ليش؟ ما يصح الا صحيح. انا تعودت الحين على مسار هالسنين هذه كلها، تطلع هبات، بتطلع اشكال، بتطلع ارناق ونمونات على قولتهم. إيه؟ بس في النهايه ما يصح. ارناق ونمايا عاد اخذي وشكي بالارناق والنمايا. لا تدخلينا في متاهات يا ايمان. اقول خلينا بالحوار، نقول اي مرحله. هذا سؤال
ارستقراطي. أي مرحلة برأيك تخوف النجم أو تهدد تاريخه؟ شوفي في مراحل وايد، هي يعني كل مرحلة يعني كل كم سنة لازم النجم أو الفنان يوقف، يوقف أو يغير ميوله ويرجع. مو الوقفة هذه عاد شنو وقفته هي، شنو مدته هو يعرف. أوقف أشوف أنا شنو قدمت في السنوات اللي فاتوا، بمشي على نفس الخط، مع أن أنا أحاول كل سنة في حياتي على الصعيد الشخصي على الصعيد العملي الاجتماعي لازم كل سنة ولو خطوة قدام أكثر من السنة اللي فاتت لازم. بس كل 3-4 سنوات لازم أوقف. يمكن أنت بتلاحظين، لاحظي على مدى السنوات توقفين شو تسوين؟ أوقف مثلا رمضان، ما أطلع. أوكي. ليش أطلع؟ أطلع أقدم نفس اللي قدمته السنة اللي فاتت ولا أقدم شيء مختلف؟ ممكن تقدمين برنامج هذه كسرة مود عشان ترجعين مرة ثانية؟ البرنامج ساعات مفيد لي. ليش؟ لأنه يبعدني شوي عن الدراما، بحيث أن أنا أشوف الشيء من بعيد. لما تشوفين الشيء من بعيد غير لما أنت في النص ما تحسين، وأنت في المعمعة ما تشوفين. فلازم وقفة في كل كم سنة، لأن تجر. يعني إيمان قدمتي برنامج السنة اللي فاتت، اوكي حابين تفعل ستايل بالضبط، بس شنو تجددين؟ مو هذا اللي سويته هالسنة، اضطريت ان انا اكسر مود بمسرح والسينما بعدين ارجع مرة ثانية. شفتي الروح لما رحتي مسرح وجيتي هني، اولا حسيتي الفرق صح؟ ربي لك الحمد. حسيتي فينا كفنانين؟ قاعدة تعانون كل مرة، كل فنان يقعد قدامي اقول له قاعدة تعانون. حسيت بكلمة لما كل مرة اقابل فنان شو يقول لي؟ احنا ما عندنا مسارح. اقول ليش قاعدين يتأففون ما عندنا مسارح؟ عرفت ليش الحين؟ في اشياء وايد الناس للحين مو فاهمينها. انا اشوف الناس تكتب وتقول وتنتقد وتنظر يا ناس يا بشر، انتم مو فاهمين. عمركم ما بتفهمون. انا اقول لازم في عندي فكره، لازم في برنامج يقدمنا احنا على مدى الشهور اللي نشتغل فيها في المسلسل، يشوفونا من بداية الأوردر لنهاية الأوردر على مدى الشهرين 3-4 شهور، علشان يحسون إيش قاعد نسوي. السناب ما قاعد يبين الحين؟ لا لا لا، لأن إحنا نسوي لحظات، واللحظات هذه من حياتنا ما تشكل حياتنا. الرد شو بيقولون؟ أنتم ما تسوون هالشيء علشان الفلوس. كل الوظائف في الدنيا، كل المستويات في الدنيا يسوون شغلهم عشان الفلوس. جات على الفنانين مردود عشان مجهود. اي فعل بالطبيعه كلها مردود عشان مجهود. بعدين اذا يقولون علشان الفلوس، ترى في ناس فنانين تنازلوا عن مراكز كبيره صح وشهاداتهم صح عشان الفن. مختلف لما انت تقدم شيء تحبه ويوصل للناس مختلف، مو موضوع شهره. انت عارفه موضوع الشهره بسيطه صح. اوه الحين شهره سب فلان، انستغرام، فيسبوك، سب فئه معينه تنشهر. بس في فرق بين شهرة وتشهير. اللي قاعد يصير هذا تشهير، صايرين شبه بعض الحين، لأن تساوت عند الناس. بس الناس اللي تميز وتعرف تدري أن هذا شهرة وتدري أن هذا تشهير. الناس اللي فيه ورسالة توصل هذه شهرة. أتمنى أن يميزون، لأن كلنا ما فيهم أنا شنو نتابع؟ قولي لي شنو نتابع؟ لو أجيب لك الحين اسم معين يشهر بالناس، حتى لو انت مو مسويت له فولو بتتابعينه. تبي تعرفين شو السالفه؟ اتابع الناس العاديه، اشوف حياتهم عشان شوي نهدى من الشوشره اللي انا صرت عشان. الحين مؤخرا ما اقرا تعليقات. يعني اول مثلا خلينا نقول من اكثر المواقع المحترمه واللي تقدم اخبار الفنانين، في اثنين قاعده اتابعهم، وولد سيلبرتي والناقد. حلوين، انا تابع الناقد صح. اي اول كنت مثلا اشوف الخبر واشوف الناس ايش كاتبين الحين ما يهمني ايش كاتبين، لان عرفت ايش بيكتبون صح. انا لما اطلع بلبس معين، بتسريحه معينه، عارفه ايش بيكتبون. والصوره هذه لها اضاءه معينه في وقت معين، حركه الوي كانت بشغله معينه. ليش احكم على الصوره وانا ما اعرف شنو ظروفها؟ في النهايه يتهاوشون داخل وينظرون، ومو صحيح. هل اللي ضحكني صح الموضوع اللي قاعدين تتكلمون فيه وتناقشون فيه وتنظرون فيه بعيد عن اللي موجود هناك. بالضبط. جايينكم بعد الفاصل، نظرونا ثواني.
تحس ان احنا السوشيال ميديا بدأت تاخذ من عالمنا ووقتنا شيء كبير، ولا ايش رايك؟ صارت تسلي وتضيع وقت الفراغ. بس ما تاخذ منه، انا ما تاخذ من وقتي. صدق؟ ما اسمح لها تاخذ من وقتي. ولا حتى يعني اشوف حتى لو بالفواصل ودك انها تشيكين. هاي فواصل هذه وقت ضايع، ما عندي شيء. اوكي. بس قصدي عندي الحين مثلا ما بخليك وانت قاعده وياي وانت قاعده وياي لا. لا وقته. حلو، يعني معناته هم اذا جوك ضيوف في البيت لا تقولي لهم حطوا الموبايلات. لا ما اقول لهم لا. بس ممكن اعلق تعليقات بس ما لا. انا احس اللي جاب الموبايل وانا قاعده وياك ان انا مزهريه يعني قاعدين. ما ادري انا يمكن صارت عندي قناعه ان من حق اي انسان يسوي اي شيء يبيه في الحياه. مو انا اللي من متى حطيتي هالقاعده؟ مؤخرا بهالسنه هذه. يعني انا من زمان في حياتي يعني ماشيه فيها بقناعتي وبشنو اللي ابيه، ما حد يتحكم في حياتي. الحين وصلت لقناعة أن كل إنسان حر. أنا مو أنا من زمان، أنا حتى صديقاتي يعني مثلا صديقتي عندك مشكلة صح ما أتدخل فيها من غير ما تطلبين. صح، هذا أنا يعني كذي أنا ما أتدخل في شيء، لأن أنت تبين حياتك تكون كذي، عامل كما تريد أن تعامل. لا أنا أحس إيه أحس إذا أنا أبي مساعدتك أكيد بقول لك. حلو، طيب ليش كنتي مترددة بالمسرح؟ مع انه وايد قدموا لك المساعدة وقالوا لك يلا، كنتي مترددة بس رديتي مؤخرا. لأن أنا بداياتي في المسرح. ومسرح الكوميدي يعني مع كبار نجوم الكوميديا في الخليج. فابتعدت كم سنة صرت كل المسلسلات الجادة. يعني الجيل الحين ما يعرف أن أنا ممكن أقدم كوميديا مثلا. عارفين زهرة عرفات النكد. زهرة طلعت نكد، لا أنا مو نكد. يعني حسن البلام طلع الكوميديا؟ حسن البلام هذا رفيق درب. ألو يا رفيق الدرب. زوزو حبايبي. حبيبي. الله يعافي زهرة اللي سمعتنا صوتك هاليومين بهالحزة. إمام نجم عزيزتي أختي الغالية. حبيبي عشانك. زهرة عرفات مترددة. وايد وايد خايفه كانت. اوكي. انا صوتي في ديلي شيء ولا اوكي؟ لا لا خفيف ما ياثر. اوكي لا اذا في ديلي علشان الغي السبيكر. لا لا اتس اوكي okay. بس اذا تلغي السبيكر افضل. يلا لغيته يا ايمان. تفضل. كانت متردده. مساكم الله بالخير. مساك الله بمثله. مذيعاتنا ومخرجنا وممثلاتنا وكل ستاف البرنامج وكل الدنيا اللي طالعون ومشاهدين تلفزيون دولة الكويت، مشاهدين اللؤلؤة الجديدة. يسلمك. زهرة عرفات ترددت وخوفتنا. ها انا خايفة، انا بعتذر، انت هذول اللي جايبهم انت وحوش. وحوش عاديين. يا زهرة انت فنانة وانت وزهرة، انا من الناس اللي على خشبة المسرح مثل ما قلت رفيق دربها او رفيقه دربي، ارتاح بوجودها قدامي، يعني احس بامان. وش اللي مخوفها؟ مخوفها لان هي طاحت فتره كبيره عن المسرح الكوميدي. واحنا رادين بحله جديده، يعني رادين بطريقه جديده، رادين بفكر جديد. قاعد تشوف يعني زهره شافت الامس بالليل احنا نسولف بالجروب. يعني قاعد نقول كلام وايد حلو عن مسرحنا الجديد اللي قاعد نقدمه. صح، وانا سمعت وايد حكي طيب بصراحه. ومجهودكم رائع. كله مو حسن البلام، هذا كله بمجهود الفنانين كلهم اللي معاي، الاداره الماليه، الاداره كله، التوجه اللي احنا متوجهينه. حلو، طيب الحين انت شلون شفت بعد هالتردد؟ زهرة عرفات نجمه خطيره على خشبه المسرح. زهرة تحسسك بالامان، تحسسك عندك ظهر. يلا اكثر من هالحكي الحلو شنو عايش. انا خليه يكمل كلامه لان انا في قلبي متروسه يعني. والله حقيقه يعني انا لما اشوف لما زهرة تكون على خشبه المسرح انا مرتاح. حتى لو اضيع شيء، لو اضيع جمله، لو انت عارف في وحده راح انت تسولف زهرة تقول الفنان تقول انا ابي احس بالمشهد قلبي يدق وابي اوصل الى المعايشه. فعلا هو الفنان له طريقتين، في فنان تكنيك عنده تكنيك ممثل، وفي فنان متعايش. اي هو اللي ينجح اسرع واحسن؟
اللي فيه الاثنين، التكنيك وايضا انه هو يتعايش مع الموضوع، المتعايش واللي عنده تكنيك. هذا بالتلفزيون وبالمسرح، لان اذا انت متعايشه مع الدور راح تقولين الدور اللي انت فيه، لكن اذا عندك بالاضافه التكنيك راح تتعاملين بحرفيه اكثر. حلو. طيب الحين انت قدامك مرات لما يقول جمله جديده انت ما عندك تكنيك، صح، فتنطر كيو، فهذا متعايش. يعني الحين المسرح الجاي معاك زهره؟ والله تعليها، انا اتمنى. ها زهره، شوف اقول لك، انا اتمنى بمسرحي يضم فنانات مثل زهره حقيقه. حبيبي اولا انا جدا جدا يعني انت رفيق درب ورفيق عمر، ابي اقول لك ان انا وايد فخوره فيك. يمكن انت تشوفني ليش تطالعني زهره كذي في المسرح، يمكن انت تلاحظني ساعات. وايد فخوره بحسن، وايد للي قاعد اللي وصل له، للجروب اللي معاه، للروح اللي موجوده. صح. خوفهم مو بس على نفسهم، على الجمهور المتلقي شنو ممكن يسمع. ينجح العمل بهالطريقه. اذا قال شيء يصير اجتماع بعده. بالنسبه للمسرح اللي موجود ويشيلون مني انا الملاعين وما يشيلون منهم. شلون يعني؟ نرجع اللي اتفقنا عليه يرجع. اللي اتفقنا عليه امس بالجروب يرجع. ايمان ما في اتفاقات. تصدقين لما يصير شيء كلهم يتفقون يقول لا انت شيل هالكلام هذا مو حلو. اخاف مسوين جروب ثاني بدونك الحق. ما ادري انا بس في الواتساب. لا بس حسن انا معاك دائما. اي زهره معاي طبعا. لان انا قاعده اشوف يقولون هالكلام ما ينقال، قلت لهم شنو اللي ما ينقال؟ شنو فيه ما ينقال؟ شنو اللفظ اللي ينقال ما ينقال؟ انا دائما معاك. حاضر للدفاع دائما زهره. انا بودي بصراحه لما قدمنا شيء ايمان، الناس قالت ما نبي موضوع، نبي بس ضحك. وقبل يقولون ملينا من الضحك، نبي موضوع. زين ايش نسوي لكم يعني؟ انت سويت الاثنين. أنا سويت لفين، حاول أدمج، أبي موضوع، أبي أقدم رسالة. يعني بالفترات اللي طافت كانت همنا الشغل الشاغل اللي هي الوحدة الوطنية. صح. وهذا مو مني أنا، مو أنا حطيته، هذا سيدي حضرة صاحب السمو. أكيد. بخطاباته قاعد يحث على الوحدة الوطنية. صح. والمسرح يترجم واقع. بالضبط، الآن احنا داشين في مرحلة سياسية. لازم المسرح يترجم الوضع السياسي الموجود. صح. ومتى تترجم انت واقعي في الليله وتكون موجود؟ انا اترجم لما ينفذون طلباتي. لا بوجود بالصباح حقيقه، انا مو قاعد امسح جوخ. يسلمك. ويعرفون الكل بوجود بالصباح ووجود طارق المجرم بفواد اكيد، وامثال عادل عطله وامثال هشام السري بوزارة الإعلام. يسلمك يا ربي. الناس اللي قاعد تحتضننا. يسلمك. الناس اللي قاعد تنادينا، حقيقة أنا قلت أسامي أربع أسامي أو ثلاث أربع أسامي، هم قاعد يحتضنونا وهم قاعد يتصلون فينا. يسلمك يا ربي، عيل إن شاء الله بتنورنا قريب. بوجود أسامي ما تبينا، لكن إحنا دام الكبارية يبونا وهذا تلفزيون جرتنا. صدقني يا حسن، أخيتك وأقول لك إياها، اللي ما يعرفك ما يثمنك، وأنا بصراحة ما يلزمني اللي ما يعرفك. فبالتالي مكانك وبيتك موجود، ووقت ما تبي وقت ما تبي الليله باي ليله تنقي، ومن راس مرفوع انت موجود. انا كل برامجكم الكويت هذول برامجي انا، واي برنامج راح ادش. حياك الله، الساعه المباركه. وانا بخليكم لان اتصالي طول وانتم على الهواء، بخليكم مع زهره، وزهره تشرح لكم انها الجبانه الخايفه. ايش سويت فيك قبل رمضان بعشرة ايام اسبوع؟ ها؟ قبل العيد قصدي بعشرة ايام اسبوع. يد قالت بعتذر. لا مو من صدقك. قلت له ايش بيصير لو اعتذرت؟ شنو تقولي له؟ شو تقول لو خطفوني؟ قولي ايش قلت لك اذا تقدرين؟ شاب. اوه ايش اسمه؟ لا ان شاء الله يا ربي منها للاعلى ونجاح. انا شاكر لكم ايمان. يسلم. والله يعني احترامكم للفنانين واللقاءات اللي قاعد تسوونها مع الفنانين. يستاهلون مثلك وشبابك يستاهلون. زهره عرفات اذا هي جنسيتها بحرينيه ولكن داخلها كويتي، روحي وهواي كويتي، نتشرف فيها فنانه كويتيه.
والله الوضع الحالي يقول نتشرف نكون خليجيين، هذا نعم الوضع نعم الحالي. نعم ما في ما في ما في بيننا فرق. اي والله صدق ما احنا كل الشعوب هذه الحمد لله نتبع قيادتنا، احنا نتبع لما سيدي حضرت صاحب السمو يقول احنا واحد والخليج واحد. اي والله احنا واحد. لا بس انا فاهمه حسن ايش قصده، يعني مو قصده ان انا مثلا يجردني من جنسيتي ولا شيء، بس انا روح اسمي صح وكياني الفني ووضعي انصنع بين اعلام وصحافه وفن وفنانين الكويت. تستاهلين. واحنا بطون انترست من حلاوه وشكر حلو البحرين. احلى من كذي ما اقدر ارد، خذيتها من لساني يا حسن. وطيبه اهل البحرين. اي والله اي والله، عسى ان شاء الله دوم نكون اهل قرايب حبايب. عاجل اكون ضيف عندك. حياك الله، الساعه المباركه بيتكم ومكانك يا حسن البلاوي. مشكورين يا جماعه، مشكورين وجودك. الليله توها باولها وراح تحلى زود بالحبايب اللي موجودين معنا في كل مكان، حيا الله من زارنا دائما ونور مكاننا. موضوع فيه شغلات عاديه بس انت قاعده تكافحين واحنا الحين بالهواء، انا ما احب اخش على الناس، ابي تقولين اللي تونا قاعدين نبي نكمل. لا لازم كلمه حق تنقال بحق حسن البلام. يعني توني اقول لك، من شاب يجاهد علشان يقول افيه على المسرح او يحاول ياخذ مساحته بين النجوم لصانع مسرح. كون جروب انا اسميهم وحوش، جروب حسن البلام. ليش انا خفت؟ اولا انا مبتعده يمكن 10 سنوات او اكثر عن المسرح الكبار، هذا واحد. شيء ثاني شفت لحمه، صار لهم الحين كم سنه متعودين على بعض، عارفين شنو قالوا في اعمالهم اللي قبل. بدش بينهم. مو بس كذي، كنت اقعد كذي احس مخي واقف، لان هم فاهمين شنو قدموا في الاعمال اللي قبل. صح. وما شاء الله عليهم وحوش وحوش، يعني الشباب اللي في الحكم لكم، يعني كنت ضايعه بينهم، الحين احس بالامان بينهم. ف يعني حسن البلام صنع شيء من لا شيء، من شاب قلت لك يحاول يقول افيه لمسرح مستمر، مسرحه مستمر تقريبا طول السنه كل ويكند، فهذا بالنسبة لي إنجاز. وكنت أشوف فيه بشكل متطور، وقلت له إياه، كنت أشوف فيه محمد رشود الله يرحمه رحمة الله عليه، يعني صانع نجوم مسرح، بس حسن البلام الحين بس بصورة متطورة. كواليس نظيفة، جو نظيف، ربع مسرح على نفس نظيف. الحس فمو غريبة هو يمكن يكون في نفس الطريقة، في احترام سياق، احترام، احترام للي نقدمه، احترام لبعضنا، احترام لجمهورنا. ففي النهايه بس نخلص العرض السمه العامه رقي واحترام. طيب بما ان عندك لشخص تكنين له كل حب واحترام واخوه ورفقه درب، فمثل ما قلنا عامل كما تريد ان تعامل، اسمحي لنا نعاملك بهذه الطريقه ونهديك الاغنيه الجايه. يلا تستاهلين اكثر حبيبتي. شكرا على الاغنيه محمد عبدو. انا يعني حطيتها علشان اهدى وبالمره نكسر المود وندخل في ثلاث اشياء محيرتني. حيرتك؟ اي. تحبين البلاليت؟ شنو السر؟ اولا لانه لذيذ. من اي حد ولا في مكان معين؟ لا بالعموم احب بلاليت، احب البلاليت بالعموم. بس اكيد بلاليت الوالده. اوكي حلوين، يعني شغل ايد الوالده اكيد. اوكي بس هذا الشيء انه مضطر انك تروحين البحرين، مع انك انت خذيتي قرار قبل 3 سنين انك ترجعين تستقرين، بس رديتي بهالقرار، ليش؟ لا بستقر وين؟ بالبحرين ولا هني؟ هناك. يعني صح اهلي هناك، بس يعني حياتي اللي انا كنت واعيه لها واللي بنيت فيها نفسي واللي لقيت فيها نفسي في الكويت. يعني التفكير كل ما تغيرنا كل ما تغير تفكيرنا وحسبتنا. بالضبط. فأحس لما أكون في البحرين أحب البحرين، أحب أهلي، بس أحس حياتي مرتبطة هني. حلو. مو مسألة شغل، لأن أنا اسمي الحين يوديني وين ما كان. يعني مو عشان إيه، لا اسم الله عليك صح، يعني اللي يبيني وين ما كان يبني من البحرين. بس صرت مرتبطة أشياء كثيرة بالكويت حبيبة قلبي، غير اللي طبعا لا يفكرون أن أنا أحب الكويتي، أحب كل الكويتيين. ها نعيد الشريط شوي عشان لا يقولون ان انا حابه كويتي، انا احب كل الكويتيين. لا نجدم الشريط مره ثانيه. ما يصدنا الجمله. انت فكرتي ايه؟ عرفتك وين تصيدني شيء. الشيء الثالث اللي انا وايد مستغربته، تموتين على القطاوه بس ما يدشون غرفه نومك.
اموت عليهم من بعيد لبعيد. حلوين من بعيد لبعيد. بعيد لبعيد انا يعني احب شكلهم واصورهم ومن يعني من اصورهم وانا طالع معناته انا في البيت، وصلت البيت او صحيت الصبح او شيء. بس انه يدخلون غرفتي او يقعدون في حضني او هالحركات هذه لا. لا هو القط يوصل مرحله شيء يصير مليق. لا حتى لو كيوت بعيد لبعيد. ما احب ريحه الحيوانات. يعني ما عندك حيوان في البيت؟ بلا القطاوه موجودين. اي اوكي يعني القطاوه وهذا شو يسمونه بعد ثاني اهم شيء تربين شيء مو عارفه اسمه. مو انا اربيه، انا اربي حيوانات كفايه علي اربي عيالي. شو الجمله؟ مو مقصوده. لا طبعا هذا اللي نفس الديناصور نفس الوزغه هذا شنو هذا؟ نفس الديناصور شو يسمونه؟ هذه شو يسمونها؟ الحين هابين فيها المراهقين. عاد لا تصير سالفه وتعلق بمخك وما يجيك الاسم الحين تذكرينه. هاي اللي تغير لونها السحليه اللي تغير لونها. شو اسمها؟ هاي واحدة ماتت سووا لها عزا في البيت. لا مو صدق. وسيرموني جوانا صح جوانا اي وسووا لها عزا. عاد هذه كلها تغير لونها تلقونها لا ضاعت بالبيت. وانا اخاف عشان كذي تلاقين بابك دائما مسكر واسلم على عيالي من بعيد لبعيد وينها؟ في قفصها ولا؟ مع انه والله مسكينة خداي لا ظافر لا صوت. شلي فيها؟ شلي فيها انا؟ ما عندها زينة. الحيوانات من بعيد لبعيد انا لان احس ان كائن حي. تعرفين لما تلمسين كائن حي بس مو بني ادم شعوري يصير ما شلون ان هذه تتنفس نفس الطفل بس مو عرفت القطوه اي بس مو يعني مو بني ادم فيصير عندي لبس اي في الموضوع. لا الموضوع ترتيبك بين اخوانك ايش كثر انت وين؟ من امي انا اول وحده من ابوي وعني لا اله الا الله الرابعه الرابعة يعني في ثلاثة أكبر مني بس قبلهم أنت ترتيبك شنو بالأول؟ شو ما يعني أول ما جيتي صحيتي أنت ترتيبك ايش كثر من الصوبين؟ من الصوبين؟ أي. أقول لك من أمي أول واحدة البتشر أي. من أبوي كان عنده ثلاثة قبلي. يعني في ثلاثة قبلك أنت الرابعة. الرابعة حلوين لأن دائما احنا ننسب للأب فبالتالي ترتيبك بين إخوانك الرابعة. الرابعة. خلينا نشوف استطلاع ترتيب الناس بين إخوانك. ناس تدور تكون الكبيرة علشان تامر وتنهي وناس تدور تكون الصغيرة علشان الجعدة ومدلل. وانت ايش رايك؟ انا والله كل واحد يثبت شخصيته في مكانه يعني. انت شنو تبين؟ انا اوريدي ترتيب الجعدة بالبيت. فانت المدلعة؟ لي مسؤولية ولا المطراش؟ لأن يا تكونين مدلعة يا مطراش. ساعات على حسب الظروف، اشتهيت اصير مدلعة، اشتهيت اصير مطراش، على حسب. لا مو انت تشتهين اللي حواليك. لا لا على كبر واحد يفهم اللعبة. لا لما يكون كل كبار ويقولون لك عفية انت اصير واحدة روحي سوي كذي. عادي المرض يطلع كذي. اوكي. طبيعي. لا بس الحين احس هالامور هذه كانت اول لما كان افراد العائله نفس احنا كنا احنا ترى 13. يعني بدوني 12 ست اخوان وست خوات. بس الحين العوائل تكون عندها طفلين ثلاثه. صح. واحد عقب واحد. الاهتمام يصير موزع على الكل وصار البيت اصغر ويعني الحياه اختلفت الحين. بس مره بنتي قالت لي ما تعرفين ما شنو ما تدرين عني ولا تهتمين فيني ولدك هذا ولد وكبير وهذا ولد وصغير وانا ضايعه بالنص. قلت لها بلا افلام هنديه. بالضبط انت بنيه ومدلعه بالنص. لا مو مدلعه مسكينه. انت مشي الفيلم عليها. اوكي انت شو مدلعه. تظلين زهره وين ما كنتي، تظلين بقلوبنا ورده وين ما رحتي، اعمالك مميزه. أنا من الناس اللي يقولون دائما الواحد لا يتحيز، أنا ما وصلت الحين مرحلة تحيز، مرحلة ثقة في الناس اللي أشوفهم قدامي، ويشرفني أن كل ضيف قاعد يكون على هالقنفة موجود قاعد يعتبر وسام، يضيف للبرنامج ويضيف لحياتنا، فبالتالي وايد مستمتعين ويهمنا وجوده على برنامج الليلة في ليلتنا، فأتمنى أن كل لياليك تكون جميلة وحلوة وكلها مليئة بالزهور، تحبي الورد؟ أكيد بعيد ومن قريب أحب الورد. حلوين، أوكي. أي. ان شاء الله كل ايام. يا ايمان يعني نقطة فارقة ومميزة في الاعلام الخليجي مو بس الكويتي. فيكم جدا متميزة بحضورك بادائك بروحك يعني هذا كلام مو منمق ولا لا 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 وهذا مو كلامي بس انا حبيبة قلبي يعني كلام الناس والجمهور والفنانين والقنوات حبيبة اللي قلبي. قاعدة تحاول تستقطبك من كل ان شاء الله تتمين بهالروح حبيبتي وانا دائما سعيدة باي برنامج تقدمينه اكون انا ضيفة فيه. حبيبة قلبي تنوريني باي وقت وقوتي كان موجوده في ضيوفي اللي هم عائلتي اللي دائما احب اني اشوفكم قدامي. تصبحين على الف خير بليله جميله. انت الف خير ويعطيكم الف عافيه وموفقين في هالبرنامج الجميل يا رب. ليلتنا ما انتهت لكن نحب دائما انه يكون فيها عبق الزهور. بعد شوي راجعين ترى.